والراحة. الله يعطيكم العافية إخوان، صباح الخير. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا إخوان ترى أنا هسه خلصت البس، والله العظيم حبيت أصور لكم حلقة قبل أنزل عمان. طبعا يا إخوان هذا الطير صدنا طبشيري أصفر، شايفينه؟ هذا أول امبارح يا إخوان كانت الدنيا غبرة طوز هون، مسكت عليه وعلى مكبي، والله ما أنا شايف شو لونهن. وآخر شيء صدنا الطباشيرة والمكبي راح. وهسه خلينا نطلع لكم الحمام يا إخوان، شوف المخاليف، الجو حلو، ولقيت على السطح زاجل. طبعا أنا فقدت الأمل منه، هاي طاير فوق بالعالي، شافني هرب، أنا فكرت انضرب صراحة، الحمد لله رجع. هاي إخوان الزاجل وين راح؟ جنب البوز، هاي شايفينه، الحمد لله انه رجع. طبعا هسه بدنا نرفع لكم اياه، الجو حلو شكله اليوم. هاي كلها المخاليف يا اخوان شايفينها. طبعا في كم من طير كبير، هذا كبير. هذا فرخ جديد يا اخوان، هذا النوري كمان، هاي شايفينه، هذا فرخ جديد طلعناه. ناس نايمه معقوله يا اخوان؟ خلص ضربت واحده بكفيه. هاي العيون المتابعين، شفت الطباشير يا اخوان؟ طباشيري شفناه، والله بالاخر والله بطلت اميزه من الغبره، مش شايفه. بس كان معي مكبي كمان اصفر كمان، مش عارف وينه. طبعا يا اخوان اللي ما شاف اللي صدناهن، في هاي صدنا، هاي شايفينهم، خليكم معي. طبعا هذول الصيد الجديد يا اخوان، هذا كله مرقع شايفينه، صلاة على النبي. والنور الأسود اللي جنبه هذا كمان، والنور الأصفر هذا، هذول آخر شيء صدناهن. طبعا آخر شيء صدناهن، هذول الفراخ طلعناهم جديد يا إخوان، هذول أولاد المصري الأحمر، هذول السنفير. في نوريات قراقطة، هيهن، هي واحد، هي واحد أخوه. طبعا هذول الجداد طلعناها، هي العرباش يا اخوان. طيب جبنا له طير العرباش للصلاة على النبي، شايفين الحلو فيه العرباش يا اخوان، الجرس تبعه، الجرس تبعه للصلاة على النبي مرسوم رسم، هاي شايفين. هاي البرابس الحمر للصلاة على النبي. هذول الشفرات اخيرا اخيرا طلع الفراخ. هذول مسوي تحتيهن، هذول جوز دعون الغالي اللي طلبنا منهن. هاي حمام يا اخوان شركة، هاي شايفينها، بس ما بعرف شكلها بلدي، طيرانها السريع. هاي طلع طلع الكشي، هاي بس شكلها بلدي، هاي شكلها بلدي، الا تلاقوا مع انواع يا اخوان شايفين طلع. الجو حلو يا اخوان صراحة، الجو شغل فراخ تلعب لحالها حلو. واكيد تحياتي لابو صخر، هسه ابو صخر قاعد بكش مستعجل، بده يصير الساعة 6 عشان يكش. وهي الريحانة الطاير يا اخوان، طبعا
خليت عبي مع بعض الحمام في اشي طارت لحالها. شايفين هاي الطير يا اخوان؟ هيا ايه اثنينه. واكيد تحيات لابو صخر العابر سبيل، لابو ناصر الملكاوي، الشباب اللي كانوا معي على البت يعني، وعزوز وعز. هاي في واحد كمان كش، هذا كو فاجأني. هاي شايفين يا اخوان فاجأني بالحمام، هاي شايفينهم كش فاجأني مفاجأة صراحة، فاجأني طلع القوية كش. طبعا شو بدي اساوي، هاي فراخ مخاليف خليها على راحتها عادي مش مشكلة. خلينا وطيها شوي بلاش تروح المخاليف يا اخوان. كيف صحي من النوم؟ والله ما انا عارف. يلا على حريشك ماشي يا يامن. اوه في حمام هون طحشي كمان كثير. تعال هاي في طير؟ لا من تعون اجى معي، لا راح. طبعا اخوان انا رايح رافع فراخ بس ما راح انزل، بس اذا مسك معي طير خلاص انتهى الموضوع. هاي شايفين كشف يا اخوان؟ هيا وينها؟ هاي شايفينها؟ هاي حطت لحالها، مش تقول ان انا حطيت. هاي كشت يا اخوان، هاي شايفينها؟ هاي كشت. هاي شايفينها؟ بس في طير من حمامه بفلت. يعني الحمد لله ما خلطتوش. لو خلطته بالفراخ بتوقع يعمل لي شوربة. إن فراخ جداد يا اخوان قسما بالله. جداد. فراخ هاي طلع حظ. طلع طلع فراخ مخاليف جديدة. إلا هذا الزاجل والمراسلي هذا كمان صيد. كم من طير بس يعني القواية عندي. حتى الزاجل أنا فقدت عنه الأمل. هذا اخوان النوري فحل. هذا صدته الصيد النوري كمان. بس كان مخلف لما صدته، وهي بفحل مع الحمام، هاي ما شاء الله عليه. هاي بفحلوا على الزاجل. شايفين يا اخوان؟ نفذت نفذت. طلع. نوريات صفر وحمر ويهوديات. يا سيدي. ملوش نصيب يصيد لي. الله رافع كوم، بس كومه كله قوي هذا يا اخوان صراحة. هاي شايفين حمامه؟ ها وينها؟ هاي حمامه شايفين يا اخوان؟ بغتني مبغتة.
يعني شوي وراحت الفراخ، لو خلطته راحت الفراخ صراحة. بس أنا ضليتني والله رافع، مع إني ما سألتش عنها، ما حططت لحالها حطت والله الحمام. ايش حمام وبشرف تقول عنها الدنيا ليل، مش هذي تطير، مفكري حال الدنيا ليل. اول مرة بتطير الساعة 6 الصبح يا اخوان، بس قبل يومين طارت اما صدنا الطباشيرة، غير هيك ما طارت والله. شو هذا الاسود؟ بس عادي اذا خلطت المخاليف هاي الفراخ بطلع الخم الحمام القوية، بطلعها كلها الحمام القوية، يعني ما في عندي مشكلة. حتى البراسة صار يفلت شكله تعبان البرابسة. خلاص خلينا نروح نفتح عليها الحمام كلها مخاليف، انه في كمان ظلت حمام. يعني هاي شوف هذول كلها فراخ، اغلبيتها فراخ يا اخوان. هاي شايفين كيف يعني؟ ها بس هون في كمان كبيره وقويه، كبيره وفي قويه هون. هاي هاي حمامي طبعا يا اخوان، هاي هي عبر قارات عندي اياها. طبعا اخوان كشينا اللي بيحكي عن حاله زاجل البهارات، مش عارف وينه حياة الله. ايه شكله بقى هاي طيرته، ايه داري الله يعوض راح يا سيدي. اللي بيجي بالسما خليه يروح. اي 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 هاي الزاجل شايفين، هو اللاهور، زاجل اللاهور، زاجل البرابسي، والله ما انا عارف. لا بس اقرب اشي عليه على اللاهور.
اخوان هيك خلصنا المقطع، الله يعطيكم العافية يا اخوان. بالله عليكم لايك، واللي مو مشترك بيشترك بالقناة. الله يعطيكم العافية.